ده مبدأ أصبح عند الناس سائد في أشياء كثيرة. تجي لي يبقى أنا هاجي لك، ما تجيش خلاص. دي مصيبة كبيرة عندما نكون إخوات، عندما يكون بيننا رحم، لأن النبي ما قالش كده تماما، قال عكس ذلك، قال ليس الواصل بالمكافئ. أيوة، مش الواصل إن أنا أجي لك وأنت تجي لي، طب ما كده أنت بتكافئني بمجيئي فبتجي لي، ولكن الواصل من وصل، من وصل من قطع. أيوة، يبقى هو ده الواصل. متى أسمى واصلا للرحم؟ لما أوصل اللي بيقطعني، اللي مش بيجينيش خالص أنا بوصله، وما بيسألش فيها وانا بسأل عليه، وانا بسأل عليه. يا سلام، يعني اللي ما بيسألش هو اللي يسأل عليه، هو كده وانا واصل كده، انت تسمى واصلة. يا سلام، وهنا تأخذ الثواب الأعظم عند الله تبارك وتعالى. ولكن أحيانا الإنسان بيأخذه حزن من الداخل وضيق، ازاي أخويا ما بيسألش عليا؟ لا، ابدأي انت واسألي عليه. ازاي أختي ما بيسألش عليا؟ ابدأي انت واسألي عليها، كوني انت خيرا منها عند الله تبارك وتعالى. وخيركم من بدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخيركما من بدأ بالسلام. فكل واحد فينا لما يعرف الواجب اللي عليه هتلاقي القلوب بتتلاقى والمشاكل بتضمر وتقل بيننا. نعم.